السلام عليكم متابعينا الكرام في فيديو جديد. في هذا الفيديو كما هو واضح في العنوان، كيف تقوم بتخطي مشكلة جعل الحصول على عنوان الاي بي. في الكثير من الأحيان عندما نريد أن نقوم بالاتصال بالواي فاي الخاص بنا تواجهنا مشكلة، وهذه المشكلة أحيانا تكون عويصة جدا، وهي ألا يرضى الواي فاي بالفتح معنا، وتظهر معنا رسالة جعل الحصول على عنوان الاي بي. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بحل هذه المشكلة بإذن الله، وبطريقة بسيطة جدا وبدون برامج. لذلك عليك فقط أن تركز معي جيدا، لأن الطريقة لا تحتاج إلى تركيز كبير، لكنك عليك أن تركز معي حتى نستطيع حل هذه المشكلة. إذا قبل أن نبدأ الشرح، إذا كانت هذه أول مرة تسمع فيها هذا الصوت، لا تنسى أن تضغط على زر لايك وتشترك في القناة إن كنت متابع جديد طبعا، وإن كنت متابع قديم وعاجز على قلبي اضغط على زر لايك كالعادة، ويلا بنا ننتقل إلى الشرح. وإذا واجهتك أي مشكلة، هذا هو حسابي، سأريك حسابي على الفيسبوك، راسلني هناك، تابعني هناك وراسلني، وسأحاول حل المشكلة معك بقدر ما استطعت. إذا الشرح هو كالتالي: أول شيء علينا أن نقوم به هو نقوم بالذهاب إلى إعدادات الهاتف، وننتقل إلى الواي فاي. أنا هنا لا تواجهني هذه المشكلة في الحقيقة، كانت تواجهني سابقا ثم حللتها بهذه الطريقة ولم تعد تواجهني، لكنني سأطبق الشرح حتى تفهم أنت. إذن بعد أن تنتقل إلى إعدادات الواي فاي، ماذا تفعل؟ تقوم بالضغط على الواي فاي الذي أنت متصل عليه ضغطة مطولة. نعم، تضغط عليه ضغطة مطولة، ثم تقوم باختيار تعديل الشبكة. بعد ذلك تقوم بالضغط على إظهار الخيارات المتقدمة، ثم تنزل إلى الأسفل وتختار إعدادات الآي بي، ثم تضغط عليها، من ثم تقوم باختيار الخيار الثاني. نعم، من بعد ذلك تنزل إلى عنوان الآي بي، تقوم بحذفه وتقوم بكتابة العنوان نعم تقوم بكتابة الحروف التالية. المهم أن تقوم بتغيير الحرف الأخير إلى رقم تحت 10، مثلا 1 2 3 4 حتى 9، ثم تقوم بالحفظ. وهنا بإذن الله تكون قد حللت هذه المشكلة بكل بساطة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبك الفيديو واستفدت منه ولو قليلا، انسى أسفل الفيديو واضغط على زر لايك. سلام، بفيديو قادم إن شاء الله.